اتفضل. كلام شكرا. جميل جدا ومهم، فكرة تنشيط الحياة السياسية، وزي ما وصف دكتور علي الدين هلال تشغيل الموتور، موتور الحياة السياسية. واسمح لي أخد من كلام حضرتك الأخير، إنك أشرت إلى الشباب، إنه مهم جدا دكتور أشرف الكوادر الشبابية في الحياة الأحزاب السياسية المختلفة. وده خليني أسأل حضرتك عن فكرة دور وزارة الشباب هنا فيما يعرف بالتثقيف السياسي ودعم المشاركة السياسية ورفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب. أكيد ده دور مهم جدا بتقوم به وزارة الشباب في استحقاق مهم زي استحقاق مجلس الشيوخ وفي غيرها كمان من استحقاقات المشاركة السياسية في مصر. هو احنا بنخطط للدور ده من خلال يعني برامجنا ومستهدفاتنا واستراتيجيتنا، مش للحدث، لكن المفروض يكون عندنا تخطيط مستمر ومستدام. يعني استراتيجيا بيتوافق مع التنمية المستدامة، لازم يكون بيتوافق مع التنمية المستدامة. هل التخطيط احنا بنعمل ده دلوقتي علشان مجلس الشيوخ وانتخاباته وبعدين الانتخابات النيابية القادمة؟ لا، احنا بنعمل ده لتخطيط مستمر على طول، ان الشباب المصري يكون عنده ولائه وانتمائه وتوعيته الكافية لأي حدث هيجي. يعني احنا دلوقتي في بلان اوف اكشن. يعني ايه في بلان اوف اكشن؟ احنا في خطة تنفيذية لتنفيذ ما وضعناه من تخطيط. بمعنى المشاركة السياسية للشباب المصري في كل مجريات المجتمع المفروض نكون موجودين فيها، المفروض يكون يعني عارفين ده من فترة طويلة جدا، بنؤدي ده من فترة طويلة جدا. وأنا شخصيا بعتمد على يعني كل قطاعات الشباب اللي بنتعامل معها بشكل متوازن، لكن في جزء معين في الوزارة في الحقيقة، برلمان الشباب وبرلمان الطلائع، اللي يعني الشق المباشر للتدريب والتوعية السياسية اللي موجودة، اللي في شباب قادر على النقاش، في شباب قادر على إدراك إيه اللي في المجتمع. كمان الشباب ده نفسه هو بنعمل له ريسايكلينج تاني، هو بعد تدريبه لآخره بناخد منهم قيادات علشان يرجع لمراكز الشباب يوعي ويدرس ويعلم كل ما تعلمه. كمان محاكاة سياسية ليهم، أنا دايما بعتز وبفتخر لما بشوفهم في محاكاة المحاكاة البرلمانية. يعني السنة دي في الحقيقة في حضوري لبرلمان الطلائع شفت يعني طلائع يعني سن صغير 13-14، وهو بيدير جلسة هذا الفتى وهذا الطليع منتهى الحرفية في اللغة، منتهى الحرفية في الأداء، منتهى الحرفية كمان للشباب اللي بيمثل النواب وبيقول. إذن إحنا مش بنتكلم على إن الانتخابات جاية فلازم الشباب يعرفوا، لا، ده تخطيط مستمر. الشباب في قطاعات مختلفة، يمكن كنت بتكلم مع مجموعة الشباب قبل ما انزل على طول، إحنا بنعمل قطاعات مختلفة من الشباب، مفيش قطاع يعني بنقول هو يعني حاجة واحدة وكلكم فيه، لا، كل مبادرة وكل موضوع لمجموعة من الشباب تمشي في اللاين بتاعها. وده يمكن مخصص مساعد وزير ومعاه معاون وزير وإدارة تنفيذية لده، وبراجع معهم ده، وراجع معاهم السكوب فورك بتاعهم هم بيعملوا ايه. طب لو في، ما احنا شباب ساعات بينتج اختلاف وجهات نظر شاب مع شاب، يحصل درجه من الصراع، بدخل وندخل نقول لا الموضوع كذا، لكن ده ما يخرجناش عن الاطار العام. احنا يعني معاكو، احنا في الدوله وفي المرونه المشايده بالحسم والحزم موجوده، لكن احنا كمان موجودين عشان نعلمكم ونعرفكم وانتوا تشتركوا في كل مجريات الحديث. ده دور مهم جدا،
طيب هل احنا موجودين مكمل لده؟ طبعا مكملين لهذا الموضوع، واحنا قلنا احنا بنعرف ونوعي من خلال اللقاءات الحوارية اللي موجودة، ونجيب على الأسئلة من خلال الخبراء اللي موجودين، ونحفز. يعني نحفز انزلوا لو تشجعنا حطهم على المشاركة، انزل صحيح. انزل شارك يعني. بالضبط. تمام. طيب ايه رأي حضراتكم نروح الصعيد نشوف كده شبابنا في الصعيد واسئلتهم؟ ودايما يعني شبابنا في الصعيد مبدع. معانا محمود عز الدين من محافظة قنا. محمود عز الدين بيسأل حضرتك، هو سؤال شبيه شوية في يعني حضرتك جاوبت عليه، اللي هو بيقول انا بسمع ان مجلس الشيوخ او الشورى سابقا صلاحياته اقل من صلاحيات مجلس النواب، ما هو دور اعضاء مجلس الشورى القادم؟ حضرتك اشرت، لكن في نقطة بيطرحها محمود، بيقول ما هو الاختلاف في المهارات بين عضو كل مجلس؟ المهارات بيسأل عليها يا فندم، هل مهارات عضو مجلس الشيوخ بتختلف عن مهارات عضو مجلس النواب؟ يعني طبعا في حد أدنى مشترك، يعني ان اشخاص يتمتعون بالوعي السياسي، لهم اهتمام بالشأن العام، لهم آراء وتوجهات وفقا لميول حزبية او ميول شخصية. إنما في فرق، الفروق إيه؟ تبدأ بسن الترشح. في مجلس النواب 25 سنة، في مجلس الشيوخ 35 سنة، 10 سنين فرق. بس عشان نكمل بقى، وفي المجالس المحلية 21 سنة. يبقى أنا عندي كده ثلاث معالم، 21 للمجالس المحلية، 25 للنواب، 35 للشيوخ. فإذا أنا وكأني بعمل إشارة إن أنا عايز ناس يعني حصلوا على درجة كبيرة من المعرفة، من الخبرة، من تحمل المسؤولية، من التبصر في الشأن العام. هو هل عندي هل في سؤال على تشكيل مجلس الشيوخ ولا ما فيش؟ هيتكلم يا فندم لسه معانا. نعم، في اسئله قادمه عن الموضوع ده. طيب. عن اختصاص وتحصيب الدوائر الانتخابيه. طيب. وغيره. يعني هو بس. طيب. سؤال عن المهارات. فالمهارات اصل امروطه بعد كده مش حاجه. يعني المهارات هنا نربط الحاجات بقى، قلنا ده مجلس حكماء، مجلس مشوره، مجلس دراسه، بيت خبره. اذا هيبقى يعني ده مش معنى مجلس النواب ما فيهوش الحاجات دي، انما اكتر، اقل حزبية، اقل تسييسا، اكثر تؤدة، اكثر تبصرا، مناقشة الامور من مختلف جوانبها، مش بس حلول مؤقتة، وانما بننظر إلى المستقبل أيضا. آدي المهارات اللي مفروض أنها تتوافر في عضو مجلس الشيوخ. نتحول من قنا إلى سوهاج. غزالي، محمد غزالي بيسأل سيادتك، ما هي الأدوات الرقابية التي يحق لمجلس الشيوخ استخدامها؟ لا، احنا جاوبت على السؤال دوت. الأدوات الرقابية ده حق لمجلس النواب، يعني مجلس النواب اللي يقدر يجيب وزير ابتداء من سؤال وإحاطة واستجواب، ده دور مجلس النواب. مجلس الشيوخ يستطيع أن يستدعي الوزراء، بس مش يطلب منه شرح سياسته. من حقه بعد كده يطلع تقرير ينتقد، إنما كلمة الأداة الرقابية في الدساتير لها معنى محدد: طلب إحاطة، توجيه سؤال، استجواب للوزير، ثم استجواب للوزارة كلها. دوت قاصر على مجلس النواب. مجلس النواب. جمعة عطية حسن من الوادي الجديد بيسأل حضرتك، هل الآراء أو القوانين
التي يتم التصديق عليها من مجلس الشيوخ تكون إلزامية ولا بد أن يأخذ بها مجلس النواب، أم أن اسم الشورى رأيه استشاري فقط كما كان من قبل، وهل قراراته ملزمة للسلطة التنفيذية؟ الكمال لله وحده يعني، وفي الأمور السياسية ما أقدرش أقول ده الحل الأمثل والنهائي وإن محدش يحط إيده فيه أو حاجة زي كده. يا أخو عايزين بس نكون كده، ده أنتوا ساعات تلاقوا مثلا الحكومة تطلع قرار معين وبدأ بعدها بثلاث أربع أيام تغير بند فيه، تضيف بند فيه، يعني عايزين نبقى مرنين شوية. إنما لو تقول مثلا يعني في كذا حاجة مثلا يعني في بعض قرارات العزل والحاجات دي يطلع القرار كده تكتشف إن في نقطتين ثلاثة أطلع أكملهم، وأنا أحترم إن أنا أشعر إن كان في قصور في القرار بتاعي وأكمله، مش إن أنا فلا دستور لا قانونيا ولا سياسيا إن أنا أقول التقرير اللي هيكتبه مجلس الشيوخ لا يؤتيه الباطل من كذا ولا كذا. يجوز؟ لا لا، يجوز في معلومات ما كانتش موجودة لدى مجلس الشيوخ في هذا الوقت، يجوز نشأت وقائع جديدة أو أحداث جديدة ما كانتش تحت بصر مجلس الشيوخ عندما نظر إليه. فأنا بقول لا يستطيع مجلس النواب تجاهل رأي مجلس الشيوخ، وعليه إذا غير بيشرح لنفسه، بيشرح للرأي العام، بيشرح لرئيس الجمهورية. لازم يبقى في اسباب يا فندم، يعني اذا يعني جاله راي من مجلس الشيوخ ولم ياخذ بهذا الراي عليه ان يفسر للشارع المصري او الراي العام صح لماذا صح لم ياخذ هذا الراي. صح فهو قوه ادبيه صحيح ادبيه ومعنويه مهمه.